خبر اولي عدنا عن يارا مار وردها على الاشخاص اللي قاعدين يبقون قناتها وينتحلون شخصيتها انه اساسهم يارا. برزت على سبب الانستغرام شوية ستوريات تقول بها انه اكو هواي اشخاص مضغوطين عندها بعد ما هي فتحت قناتها سووا قناه بنفس اسمها، فتطلب من المتابعين انه ما يشتركون الا بقناتها، وبنفس الوقت تهدد هذول الاشخاص انه تحذف لهم مقاطعهم. وهم يعني بنفس الوقت هي كلش فرحانه بسبب الدعم والتفاعل اللي جاي على مقاطعها، راح تكون بالستوري شوفوه. جماعة بدي لكم شي، رابط القناة تبع تبع الانستغرام تبع اليوتيوب حطيته بالبايو بالانستغرام، فبدي منكم تتأكدوا انتم عم تشتركوا من القناة، لانه بالاسف الشديد في عالم كتير مضغوطين راحوا فتحوا نفس القناة وعملوا نفس الاسم وحطوا نفس الصورة، والمشترك وبعض الفانس يعني عم يفكروها قناة، فبدي منكم كلياتكم تتأكدوا من القناة اللي عم تشتركوا فيها، وعندي بالبايو انا حطيتها بالانستغرام، كلكم فوتوا على هذا الرابط واشتركوا. بالنسبة للقنوات اللي فتحوا على اسمي ونزلوا نفس الفيديو رح ينضربوا كوبي رايت هلا كلياتهم هيك. بتمنى انكم تدققوا منيح باي قناه عم تشتركوا. بحبكم عن جد، الدعم كتير خرافي وكتير عم تدعموني، الدعم بجنن، القناه عم تتفجر والمشاهدات فظيع، عن جد شكرا لكم كثير، ما بعرف كيف بدي اشكركم والله العظيم. طبعا لا تنسون يا حبايب راح احط لكم رابط قناتها بالوصف، باقي لها شويه توصل 100,000 مشترك، الكل حاليا وصل ل 100,000 مشترك، بنبارك لها بال 100,000، ولا تنسون يا حبايب هم تشتركون عندي نوصل 500,000 مشترك. الخبر الثاني اللي عدنا عن صبايا اللي هي صديقه احمد ابو الرب والحرق اللي صار بوجهها، فصبا نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كان وجهها كله محروق، وكانت كاتبه عليها لازم تحطون وقايه للشمس، وبالستوري اللي بعده قالت بيه انه هي راح تشرح كل شيء قاعد يصير بوجهها وشلون صار، بس شويه تتحسن. بالخمس ساعات تقريبا نزلت هذا الستوري اللي كانت كاتبه بيه انه من شوي قامت من النوم ولكن ما قدرت تفتح عيونها، وراحت للمستشفى وضربوها هواي اوبر، ولكن وضعها قاعد يصير اسوأ اكثر واكثر، وهي ما تعرف شنو تسوي. فطبعا يا حبايب لازم ندعي لها ان الله يشفيها يا رب وباسرع وقت، ولا تنسون يا حبايب ان تدعوا لها ان الله يشفيها وترجع باسرع وقت. الخبر الثالث اللي عدنا عن غيث مروان وشلون كان راح يموت. غيث مروان نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات على من خلالها انه راح يسوي تجمع باللاذقيه، وبعدها نزل شويه ستوريات كان يسوون بها تجمع هواي ناس مجتمعين، بعدها نزل هذا الستوري اللي كان كاتب بيه كنت راح اموت بدون اي مبالغه بسبب التجمع الكبير اللي كان. الخبر الرابع اللي عدنا عن مريانا غريب ووصول قناتها باليوتيوب اللي هي قناه كافيين لل 500,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبل 20 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. وبالنسبه لمريم وصول قناتها الجديده اللي فتحتها لل 100,000 مشترك، فان شاء الله الف مبروك واقبل مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. وبس والله وصلت مقطع، لا تنسون تشتركون بقناتي يا رب بالوصف، ولا تنسون تشتركون بقناتي نوصل 500,000 مشترك بس راح اخذ. وبس كانكم فيز زي مقطع من القصص، ومع السلامه.